من جديد أماطت وثيقة سرية لوكالة المخابرات المركزية الإثام عن استخدام النظام العسكري الجزائري لذريعة دعم الشعب الصحراوي لتقرير مصيره من أجل تبرير تبنيها لأطروحة جبهة البوليزاريو الانفصالية ودعمها بالمال والسلاح. هذه الوثيقة تعود إلى دجنبر عام 1977 ورفعت عنها السرية في نوفمبر من عام 2012. إن دعم الجزائر للكيان الوهمي يهدف إلى إضعاف المملكة المغربية من أجل أخذ زمام المبادرة في منطقة المغرب العربي وأيضاً الوصول إلى المحيط الأطلسي. من بين المعطيات التي كشفت عنها هذه الوثيقة أن الرئيس الجزائري هواري بومدين أعاد تقييم موقف الجزائر بعد الاتفاق المغربي والموريطاني بشأن الصحراء في القمة العربية التي أقيمت في الرباط عام 1974، لتشن الجزائر بعد ذلك حربا بالوكالة ضد موريطانيا والمغرب باستخدام البوليزاريو. وأشارت هذه الوثيقة السرية إلى أن الدافع وراء دعم النظام العسكري الجزائري لجبهة البوليزاريو وتنافسه التاريخي مع المغرب على الهيمنة في شمال غرب إفريقيا، غير أن هذا الدعم الجزائري يصطدم بأسس تاريخية ودينية تؤكد مغربية الصحراء. واعتبرت هذه الوثيقة أن ضم المغرب للصحراء له أسس تاريخية ودينية عميقة تمتد بعمق في تاريخ الأمة المغربية، مشددة على أن مطالبة المغرب بالصحراء لا تستند إلى تعريف غربي للسيادة، بل هي ذات طبيعة تاريخية وثقافية متجدرة بعمق في المفاهيم الإسلامية عن ولاء شعب ما للقسم للملك. دعم مختلف شرائح المجتمع المغربي لقضية الصحراء المغربية يشمل كذلك أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية التي سخرت بدورها إمكانياتها للدفاع على أحقية المغرب بالتواجد في الصحراء، كما يتضح من التعبئة خلال المسيرة الخضراء في نوفمبر من عام 1975.